اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، لانه في الكوره من يوم ما اتقال يا كوره في مصر، ودايما العرين له اسد يحميه، ودائما عرين الاهلي واسده هو دائم من يذود ايضا عن عرين المنتخب الوطني. من المراكز المهمه جدا على فكره في تاريخ الكره المصريه مركز حراسه المرمى، في الغالب العناصر الابرز حراس النادي الاهلي. عشان كده اعتقد اللقطه المهمه شناوي وشوبير الليله تشبه البارحه. قبل ما اقول لكم على لقطه الليله والبارحه، عايز افكركم انه الحارس العملاق محمد الشناوي اصيب بالظبط يوم 22 يناير 2024، لما كان مع المنتخب في كاس الامم في مباراه مصر والراس الاخضر. من يناير لغايه النهارده، يعني احنا بنتكلم في أربع شهور أهو، والشناوي بعيد عن الملاعب بعد الإصابة المؤثرة والجراحة اللي اتعملت في الكتف. مش عارف مين قال لك بيتهرب. فاكر ساعتها؟ حط 14 يتهرب. طلع بعض المرضى النفسيين هنا قال لك الشناوي هرب من المباراة. 14 هربان بقاله 4 شهور الراجل. لعب مصطفى شوبير الحارس الشاب، وكانت الناس قلقانة جدا. المهمة صعبة وما كانش خد ماتشات كافية، وكله بقى يضرب أخماس في أسداس الأهلي عشان يتحسب لأي موقف طارئ ممكن يحصل له. بادر باستقدام الحارس البديل محمود الزنفالي أيضا لمواجهة أي طارئ ممكن يحصل، لأنه أي حاجة تحصل أنت عندك مشكلة في مركز حساس، وده كان تصرف احترافي صح جدا. لعب مصطفى شوبير منذ اللحظة 15 مباراة، فيهم 7 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، حافظ خلالهم على نظافة شباكه كاملة، عمل كلين شيت في 7 ماتشات، ده رقم هائل جدا. ولعب في الدوري 8 مباريات، استقبل 11 هدف وده رقم سلبي مزعج. لكن المفارقة إنه والناس طرحة مين يحرس مرمى الأهلي في مباراة الترجي، فتلاقي المفارقة العجيبة أمان الله مميش. بصوا المفارقة، هتشوفوا صورته، ده حارس الترجي اللي هتشوفوه. أمان الله مميش، يعني ده فيتشر معمول في جريدة الأخبار النهاردة، شوبير ومميش كوبي بيست. ليه؟ بصوا المفارقة، مصطفى شوبير 24 سنة ولعب لظرف اضطراري، وأمان الله مميش 20 سنة ولعب لظرف اضطراري. الاثنين قاد فريقهما لنهاية أفريقيا. مصطفى شوبير القيمة التسويقية بتاعته 400,000 دولار، مميش 450,000 دولار. مصطفى شوبير ابن أحمد شوبير حارس المرمى السابق، أمان الله مميش ابن والده برضو كان حارس مرمى سابق طارق مميش. أحمد شوبير والد مصطفى اتجه للإعلام، طارق مميش والد أمان اتجه للإعلام. بصوا المفارقة، لا في مفارقة بقى ما اتكتبتش. مصطفى شوبير عنده كام كلين شيت؟ 7 في أفريقيا، ده عنده 8. بص، اللي هي عاملة ال 50,000 الفرق. ال 50,000 دولار الفرق. فبصوا الحقيقة، يعني الزميل محمد جمال جمعة في الأخبار رصد المقارنة والمفارقة اللي بين الاثنين بشكل واضح جدا. لكن الليلة تشبه البارحة ليه بقى؟ سنة 84. أهو بصوا العلاقة دي، بس الصورة دي يا جماعة تكشف لكم عن عمق العلاقة اللي بين الشناوي وشوبير، اللي كله بيدفع باستمرار. كل ما تفتح برنامج أو تبص في موقع أو جورنان، أزمة ومين والشناوي، لدرجة أنه مستر مارسل كولر في المؤتمرات بدأ يتسأل، قال لهم يا جماعة اللاعب المصري هنا عندكم في مشكلة، أنتوا بتتخيلوا أن كل واحد يشفى ويخلص التأهيل بتاعه لازم يلعب بكرة، ما أنتوش واخدين بالكم أن في كوتش بيدي جرعات تدريبية وتجهيز وتأهيل بدني، ووقت ما هياخد اللاعب الجرعة التدريبية البدنية والذهنية الكافية ويكون فت جاهز هيلعب، لكن انتوا عايزينه تاني يوم يلعب،
قال لهم الشناوي حارس كبير جدا بيتمرن، دخل التدريب فترة قليلة لأنه كان عنده شد في السمانة، خد جلسات علاجية، بدأ يتمرن، وقت ما هيكون جاهز للمشاركة مؤكد إن الجهاز هيدفع بيه. لكن برضو الناس ما بتسكتش يا باشمهندس، مش هتسكت. آه ما هو دي أنا بقول لك، لسه بقول لك الجو أصبح مرهق. آه مرهق، إن كل حاجة لازم تتاخد في اتجاه سلبي أو خلق أزمة غير موجودة، أو يعني وكأن الناس مش هيسعدها إلا لما يبقى في خناقات وتقطيع هدوم بين كل الأطراف. المنافسين مع بعض حتى داخل الفريق الواحد. ما يحدث لفريق النادي الأهلي إعلاميا وعلى السوشيال ميديا وبفعل فاعل واختراقات داخل مجاميع، وأنا مبسوط جدا من وعي الكثير من مشجعي الاهلي اللي هم على السوشيال ميديا نفسهم هم اللي بداوا يتنبهوا ويتصدوا للظاهره دي. ايوه خلي بالكم بلاش كده، لا احنا في وسطنا ناس ربما احنا مش واخدين بالنا عايزه تاخدنا في اي اتجاه، لان فكره انك انت كجمهور الاهلي تقارن بين اثنين لعيبه في الاهلي دي خطيره جدا. اه طبعا بتخلق جو مش نفسنا. اه طبعا في حين ان الواقع بيقول غير كده، ان اللعيبه متمنيه الخير لبعضها. اه طبعا. واصل ما فيش حاجه فرقه زي الاهلي بتلعب كل هذا الكم من المباريات، ما فيش لعيب هيقدر يشيل 60 ماتش في السنه. أيه. ما فيش. أيه. فمحتاج لزميله اللي بيلعب ويعمل يريح خد الماتش ده اكنه باسكت بول او هاند بول. في طول ال 60 دقيقه بقى اللي هم الوقت بتاع الماتش الناس بتطلع وتدخل وتريح وتدخل وتطلع، مفيش هنا مين اساسي ومين احتياطي. يعني هيبقى مين ما بيطلع يريح وبينزل زميله مكانه؟ ما تعملش كده اللعيبه دي تقع منك وتصاب. طبعا اللي بيحصل في 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 60 دقيقه بيحصل في 60 ماتش نفس الفكره. فكلنا نتنبه للفخ اللي كله عايز يستدرجنا ليه. طيب الموقف اللي مصطفى شوبير وجد نفسه فيه من كام؟ من 40 سنة، من 84 يبقى 40 سنة؟ 40 سنة بالظبط. تخيلوا من 40 سنة كانش لسه مصطفى اتولد. مصطفى كان أحمد شوبير هو اتجوز. كابتن أحمد شوبير لقى نفسه من 40 سنة بيواجه الموقف اللي مصطفى بيواجهه دلوقتي، انه يلعب في وجود حارس عملاق. بس الحقيقة مشكلة شوبير الأب كانت أصعب بكتير من شوبير الابن، لأنه شوبير الابن لقى نفسه مفيش إلا محمد الشناوي. لكن لا كان في كابتن علي لطفي لما خرج كان مشي خلاص. لما خرج الحارس الأساسي اللي أنت هتلعب مكانه محمد الشناوي، واحد من افضل ان لم يكن الافضل في افريقيا مش في مصر بس دلوقتي. شوبير الاب كانت مشكلته اصعب من 40 سنه لانه كان قدام عملاقين. عملاقين بمعنى الكلمه. الناس عماله تقول لك مين احسن لعيب في التاريخ، هما الاثنين موجودين. لانه صعب جدا تقول مين احسن حارس، كابتن اكرامي ولا كابتن ثابت البطل الله يرحمه. شوبير لقى نفسه بين المطرقه والسندان، لكن فرصة جات له انه يلعب في غياب الاثنين من 40 سنة. على فكرة سئل احمد شوبير وقتها في احد البرامج التلفزيونية في التلفزيون المصري، المذيعة بتسأله موقفك ايه وانت بتلعب مكان اكرامي وثابت البطل، طب وهم راجعين هتعمل ايه؟ نفس الموقف اللي ممكن المذيعة دلوقتي تسأله لمصطفى شوبير، انطباعك ايه لما لعبت مكان محمد الشناوي؟ طب اهو رجع اهو ناوي تعمل ايه؟ نشوف شوبير الاب قال ايه عن الموقف اللي بيتعرض له شوبير الابن. شوبير جول كيبر النادي الاهلي، جات لك الفرصه للظهور في غياب ثابت البطل واكرامي وحصلتم على الكاس اللي احنا بنحتفل بيه النهارده. يا ترى ازاي الناس استقبلتك في غياب ثابت البطل واكرامي؟ وطبعا بالنسبه لي كانت المشكله صعبه جدا، لان كابتن ثابت وكابتن اكرامي كانت الناس متعوده عليهم على طول في الملعب، يعني انهم جوا منتخب مصر. انما الحمد لله الناس قابلوني كويس جدا وادوني ثقه من اول مباراه،
وقدرت العب 9 مباريات من غير ما ادخل جوان لحد المباراه العاشره الزمالك، والحمد لله الناس قابلوني كويس قوي وادوني الثقه من بدري قوي الحمد لله. الحمد لله. يا ترى يا كابتن النهارده بعد رجوع ثابت البطل واكرامي ايه هو موقفك؟ يعني طبعا العمليه صعبه جدا لان زي ما قلت كابتن ثابت واكرامي جوان كبار جدا، انما يعني هو لازم التدريب اقوى مما كان عليه لان كنت الفتره اللي فاتت لوحدي، انما النهارده بقينا 3 فلازم اتمرن اجمد من كده بكتير، وربنا سهل التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني. طيب سمعنا انك انضميت اخيرا للفريق القومي، يا ترى كابتن احمد شوبير قد هذه المسؤوليه؟ هو طبعا المنتخب القومي ده شرف كبير بيتمناه كل لعيب في اي دوله سواء في مصر او خارج مصر يعني، وباعتبار دلوقتي من احدث المنضمين للمنتخب القومي، انا لعبت مع احتياطي مباراتين زيمبابوي في تصفيات كاس العالم، انما يعني ان شاء الله ربنا سهل. انا دلوقتي كنت رقم 2 بتمنى ان انا ابقى رقم 1 يعني، لان كل انسان عنده طموح يعني، وربنا سهل واثبت ان انا ادي المسؤوليه باذن الله ان شاء الله. نحييك في النهايه وبنتمنى لك مزيد من التوفيق، والف مبروك حصولكم على الكاس. ميرسي جدا يا فندم، عقبال كاس افريقيا ان شاء الله. طبعا هو يعني ذكاء من ابراهيم انه يعني يجيب المفارقه سواء بين ماميش وشوبير الصغير او الظرف، مفارقه الظرف ويجيب الكابتن شوبير في اول ظهور له من 40 سنه نفس الكلام والمنتخب وكل ده. انا عايز اقول لك على حاجه، بس انا لفت نظري بقى حاجه ثانيه. قول يا جماعه، والله شوفوا احنا فقدنا ايه. انتوا خدتوا بالكم المذيعه والتزامها والبراءه في السؤال، مفيش لف ودوران، مكتوب لها سؤال بتسأله 1 2 3 وتسمع ما تعقبش، انضباط، مفيش لجج وجدل. النهارده اللي بيسأل بيحاكم، لا ده بيقول بيوقع. اطول من السؤال، اطول من الاجابه. صحيح اطول من الاجابه. دي مشكله تانيه. يعني بس عايز اقول لك على حاجه، يعني مع كل المقاربات اللي في بين اللي ده، الحوار اللي اتسال فيه كابتن شوبير كان على هامش حفل بيتنظم لتكريم فريق الاهلي اللي فاز بكاس مصر. يعني شوبير لعب عشان الاهلي يفوز بكاس مصر 84. مصطفى جاب للاهلي كاس مصر لما شناوي اصيب، ولعب مصطفى شوبير عشان الاهلي يفوز بالكاس، بس كان كاس السوبر مش كده؟ طيب، لكن برضو كان فيه فكره الاحتفال، لان احنا شفنا التكريمات وكاس الاحتفال مصر. كاس مصر شفنا الاحتفال، لعب كاس مصر في السعوديه النهائي في ماتش الزمالك، وكان ما شاء الله نجم المباراه. فزي ما شوبير من 40 سنه جاب الكاس للاهلي لما شارك اضطراريا في يا اخي التاريخ بيعيد نفسه بحذافيره، يرجع مصطفى يجيب الكاس للاهلي بعد 40 سنه وده يحرس مرمى المنتخب. بيقول لي يعني المذيعه بتسال شوبير انت كده هتروح للمنتخب موقفك ايه؟ برضه مصطفى مرشح بقوه انه يروح للمنتخب، بس عايزين مصطفى الابن او شوبير الابن يتعامل زي ما تعامل شوبير الاب، قال لها التدريب ثم التدريب ثم التدريب، عليا مسؤوليه كبيره في منافسه حراس كبار. وبعدين في كوتش بقى في الاخر، والكوتش هيختار اصل. اذا دامت لغيرك ما وصلت لك. على فكره انا حييت شوبير لانه قبل كده سئل على موقف الشناوي قال لك المقامات محفوظه، مصطفى حارس بديل لمحمد الشناوي. شوف ما انا ما مش دي قضيه قد تخلق الحساسيه. خلي بالك لو الناس ما تلغيش فيها هتجد ان اكتر واحد بيحنوا على شوبير بيحتضنه ويقول له كمل ممكن يكون الشناوي. ايوه واخد بالك، لان ده موقفه الثابت معاه. لكن احنا هنقعد بقى نحولها يعني اتقوا الله اتقوا الله، لان ما ايه فكره ان انا عشان اكسب اهدم اللي قدامي. صحيح.